وللمزيد من التفاصيل ينضم الينا عبر الهاتف القيادي وفي المقاومه الاتهاميه العقيد ابراهيم المعصلي. مرحبا بك. اهلا وسهلا اخي الكريم. اين وصلت الميليشيات في خروقاتها وتصعيداتها؟ اخي الكريم، الميليشيات هي تواصل ليس خروقات وانما حرب غير مؤلمه تحت اتفاق السويد وتحت تحت الهدنه، كون قواتنا تلتزم بالهدنه فهي تستمر في شن الهجمات ومزيد من الخروقات، تتعمد مزيد من الخروقات يعني مستغله التزام القوات المشتركه، فهي تقوم بضرب المواطنين وتستهدف المجمعات السكنيه والقطاعات التجاريه للتجار وتستهدف المخازن الغذاء وتستهدف مواقع قواتنا على مدار 24 ساعه في جميع القطاعات وفي جميع مختلف جبهه الساحل الغربي، في حيس وفي التحيته وفي شارع الخمسين وشرق المطار، وقامت متعمدة باستهداف مجمع ثابت، لكن قوات المشتركة قامت بالتصدي وضرب العربة التي استهدفت مجمع أخوان ثابت وسقوط عديد من القتلى والجرحى لقوات الميليشيات في داخل المدينة. تقوم أيضا بحفر الخنادق وزرع الألغام في المجمعات السكنية وهي تعلم أنها تؤذي المواطنين، لكن استهتارا بحياة المواطنين هي تقوم بكل شيء دون خوف ولا خجل من مواطني أبناء الحديدة المسالمين. نعم، في ظل كل ذلك جريفيث يواصل جولته لإحياء اتفاق السويد الذي استغلته الميليشيات، ماذا تتوقع؟ أتوقع هو لا يريد أن الاتفاق أن يمر على الهوثيين، بالعكس هو يريد أن يمرره فوق على الجهة الأخرى، وهو يريد أن يمرر للهوثيين مقابل هذه الهدنة أشياء أخرى، وهي تسليم دور التسليم الذي حدث والكذبة الكبرى التي حدثت، وهو يريد أن يغطي عليها ويستمر في جولته لكي يقنع العالم والشرعية بأن الاتفاق هو مستمر، بينما الاتفاق هو يعتبر في الساحل الغربي قد انتهى تماما وانها مجرد يعني تضيع للوقت فقط لتحرير منطقه الحديده. عقيد ابراهيم المعصلي قيادي في المقاومه الاتهاميه، شكرا جزيلا لك.